عن الرود ترافيك اكسيدنتس الانجوريز نسميها ار تي ايز مختصر شائع هذا رود ترافيك اكسيدنتس. وطبعا احنا يعني رود ترافيك اكسيدنتس نعتبرها مشكله صحيه كبيره برايورتي وان اوف ذا ميجر كيلر وورلد وايد، مشكله تؤدي الى العديد من الوفيات اضافه للاصابات والاعاقات وطول العمر وتاثر على اقتصاد الدول، فهي مشكله صحيه ويعني بها جانب صحي كبير ووفيات كبيرة، أحد الأسباب العشرة للوفيات في عموم العالم بما فيها العراق. فالأوبجكتيفز أو الأوبجكتيف فور ذا ليكتشر إز تو أيدنتيفاي ذا إمباكت أوف ريسك فاكتور فور رود ترافيك أكسيدنتس، ريكوجنايز ميجر استراتيجيز فور بريفنشن أند كنترول أوف رود ترافيك أكسيدنتس. سنويا الإحصاءات منظمة الصحة العالمية تقول approximately 1.35 مليون 350 ألف ومليون وفاة، مليون 350 ألف وفاة سنويا في عمان، يعني 3700 وفاة تقريبا يوميا، كل 24 ثانية تسجل معنا وفاة في عموم العالم. هذا رقم كبير، وأغلب هاي الوفيات يعني نشوف إن أغلب حصلت إلى فئة الشباب المراهقين والأطفال. between 20 and 50 million more people suffer non-fatal injuries، من غير ملايين أضعاف هاي الأعداد من الإعاقات والإصابات ودخول المستشفى والرقود سواء مؤقتة أو ممكن تكون آثار دائمية تكون. وأكثر حتى وبما فيها العراق، العراق يعني أيضا يعاني من وفيات. اليوم إحنا وفيات طرق حيوان حوادث طرق تقتل أكثر من الإرهاب يعني كل سنة، يعني يعني نشوف التفجيرات ولا بس حوادث الطرق تقتل أكثر بكثير من ضحايا الإرهاب. تقتل حتى يعني ضحايا حوادث الطرق في الأغلب هم فئة الأطفال والمراهقين والشباب، اللي في السبب الأول الوفيات في هذه الفئة العمرية الشباب والصغار تكون هي children pedestrian يعني مشاة cyclists and older people are among the most vulnerable for users. WHO works with partner governments and non-governmental around the world to raise the profile of the preventability of road traffic injuries and promote good practice related to addressing key behavioral risk factors, speed, drinking, driving, the use of motorcycle, عدم استخدام الخوذة والسيت بيلت and child restraint والمقاعد الخاصة للأطفال. واليوم مضافة هنا أيضا استخدام الموبايل أيضا فد مشكلة كبيرة في حوادث الطرق. بعض الأرقام قلنا what is major cause of death worldwide، كل 24 ثانية أكو وفاة. 8th cause worldwide of death 2016، وكذلك بالعراق بس السبب السابع الوفيات 2019 آخر إحصائية، و2018 نفس الشيء. فالوفيات قلنا آلاف في العراق، وأحنا فنحن في كربلاء فعندنا يعني أيضا تعرفون إصابات بجزء أكثر من غير محافظات، إصابات الدرات النارية واللي هي نفس المعنى ونفس المشكلة. Road traffic injuries are the leading cause of death in children and young adults، هو سبب الوفيات في عموم العالم وفي العراق إنه موجودة. أعطيت لكم بعض الفكرات تشوفوها يعني الإطلاق، وشوفوا ذن أسباب العشر الوفيات في عموم العالم ب 2016. شوفوا Road traffic injuries هنا جاي بالمرتبة الثامنة يعني كميجر كيلر. هاي بالعراق ايضا الاحصائيه مال 2019 هاي اخر احصائيه تقرير السنوي، شوفوا السبب السابع للوفيات حوادث المروريه والفئه العمريه من 10 الى 19 سنه، السبب الاول للوفيات هي الحوادث، حوادث الطرق بالاساس. فسبب رئيسي قلنا كربلاء، بعد احنا يعني في اذا احنا في كربلاء تشوفون حوادث الدراجات يعني اللي واصل مستشفى توصلون شوفون اكيد وشو شايفيها بعينكم، شوفون ظل حوادث الدراجات والسكوتات والتوك توك واغلبهم شوفوهم هم يافعين وشباب. More than half of road traffic death are among vulnerable road user، اللي هم ذول اكثر منهم المشاة والاصحاب الدراجات والموتورسايكلز. 93% أغلب الوفيات تحدث بالدول الفقيرة ومتوسط الدخل أكثر ما بالدول الغنية، معنى الدول الغنية بها أضعاف عدد المركبات، لكن الإصابات والوفيات أغلبها في الدول الفقيرة لماكو إجراءات سلامة ومتابعة وسيطرة حقيقية، وهي ضمن الأهداف الإنمائية يعني
ضمن الأجندة مالت Sustainable Development Goal to reduce to decrease the road traffic and accident injuries by half. نص العدد اللي نوصل حي يعني كان ب 2020 و 2030 كلها يقولون ينزلوها يعني تنزل بعد. Road traffic crashes cost most countries 3% of their gross domestic product, حتى 3% من الناتج القومي يعني تكلف من خسائر حتى اقتصادية. Cause considerable economic losses. مش دول فئة الشباب عوا هاي ليهم دخول مستشفى, رقود, تأخر عن دراسة, تأخر عن عمل أو إعاقة طول العمر ممكن لا سمح الله تكون. These losses arise from the cost of treatment as well as product loss of productivity for those killed or disabled by their injuries and for family members who need to take time off work, school or school to care. يعني هاي دائما يحسبون الاقتصاد مو فقط كلفة العلاج, حتى كلفة رق يعني ترك الدراسة, أهبه وأمه راح يتركون عملهم ياخذون إجازة, كل يعتبروها جزء من الخسارة المادية. من الأكثر عرضة قلنا الأكثر عرضة هي الفئات العمر يعني الفئات الصغيرة. من أسباب الأكو يعني إحنا الريسك فاكتور أكو نسميها موديفايبل ولا موديفايبل, أكو أشياء نقدر نسيطر عليها وأكو أشياء ما نقدر. العمر هو في الأغلب الفئة العمرية هذه فئة الأطفال و اليافعين الشباب الادولسنت والايرلي يانج, دول هم الاكثر عرضه لحوادث الطرق. كذلك يعني الدراسات تقول الجندر الميل اكثر عرضه من الفيميل لحوادث الطرق بالنسبه, يعني شوفوا اكثر من 73% احصائيه دبليو اتش تقول الميل هاي الفئات العمريه خصوصا يتعرضون للحوادث يعني تقريبا 3 مرات بقد الفيميل اللي حوادث المعرضين للوفيات من النساء. الحالة الاقتصادية يعني هم يعني شافوا الدراسات المعطيات المؤشرات, شوف اللو انكم اللو سوشيو ايكونوميك كلاس هم اكثر عرضة للوفيات بحوادث الطرق, ويعني الدول في الدول الفقيرة والمتوسط الدخل اكثر, وحتى على مستوى يعني ضمن الدول الديفلوب كانتريز شافوا الفئات اللي مستواهم الاجتماعي اقل هم اكثر عرضة للحوادث القاتلة, اقل التزام لسبب او لاخر. فشافوا هذه The risk of dying in road traffic crash is more than 3 times higher in low income countries than in high income countries. اكو هناك مجارس لها. فشوفوا يعني هاي مثلا قال الفيجر حلو يعني طلعكم همات يعني شوف يعني السكان يعني هنا الهاي انكم كانتريز السكان هم فعلا يعني هاي الميدل انكم هم الفئة الأكبر. هنا شوف ال هنا الحوادث الطرق شوف أكثرها هي بالميدل انكم, وهنا 13% باللو انكم, وهنا شوف عدد المركبات شوف ايش قد عدد المركبات أكبر بالدول الغنية, لكن نشوف الحوادث أكثر بالدول الفقيرة خصوصا وثم المتوسط الدخل وأكثر من بالنسبة للسكان. عوامل الخطورة الأخرى اللي هي دني اللي نقدر للعوامل البشرية اللي نقدر السرعة. السرعة عامل مهم للوفاة لشدة الإصابة, كل ما تزداد السرعة كل ما شدة الإصابة احتمالية الوفاة خطورة الإصابة تزداد أضعاف مضاعفة. The increase in average speed يعني the 1% increase in mean speed produce 4% increase in fatal crash risk, 3% increase in the serious crash risk. يعني كل ما زاد 1% السرعة كل ما شكد تزداد الخطورة والدينجر مات الحوادث وللمشاة يعني والراكبين تلفون منهم, كل ما يزداد يعني السرعة كل ما تزداد شدة الإصابة واحتمالية الوفاة. نفس الشيء سواء مع المشاة أو حتى مع حوادث الطرق تزداد نسبة الإصابة وشدتها والوفيات مع زيادة السرعة. عامل آخر هو driving under influence of alcohol other psychoactive substances. الكحول يعني المواد الكحولية بعض الأدوية المنبهة المنشطة وما شابه ممكن تأثر. لو تذكرون السيناريو اللي عندكم هو young age يعني هو أكثر عرضة, male هو أكثر عرضة. يعني احنا ما نعرف قد يكون يعني هو عادة فئة الشباب يعني هم اكثر عرضة انه يتناولون ادوية مقدرة منشطة او الكهول ايضا, فيعني هذني هم يعني عوامل خطورة. الكهول ايضا راح يزود
كثيرا المخدرات، الأدوية المنشطة، وذلك أي شيء يأثر على العقل، وذلك راح يزيد احتمالية شدة الإصابة، الحوادث على العموم والوفيات وما شابه. فيحطون ليميت لشقد مسموح بالنسبة للدول، يحطون ليميت لشرب الكحول ويفحصوها دائما. In the case of the drug driving, there is occurring road traffic crash increase to different degrees depending on the يعني حسب نوع الدواء أيضا، ولكن كل ما يستخدم احتمالية يستخدم من شدوية احتمالية الحوادث راح تزداد. من عوامل الأخرى non use of motorcycle، هنا أجهزة وسائل الأمان seat belt والخوذة ومقاعد الأطفال، واحنا تشوفون يعني مجتمعنا لا سيت بيلت، الغالبية ما تستخدم سيت بيلت ولا خوذة، شايفين أهل الدراجات نادرا ما تلقى لك واحد لابس له خوذة ولا مقاعد للأطفال موجودة، فهاي تكون أكثر عرضة للإصابات والحوادث والوفيات نتيجة لذلك. Correct helmets can lead to 42% reduction in risk of head injuries and 96% risk of head injuries اللي هي major killer. Bring a seat belt reduce the risk of death ماتينا بنسبة 50%، وذول بالنسبة لمقاعد الأطفال ماتينا تقلل بنسبة 60%. Distracting the risk factor، أنه أكو أشياء تشتت، واليوم أكثر شيء يشتت هو استخدام الموبايل فون اللي هو evidence based، أنه صار أنه الموبايل استخدام الموبايل يعيق ويسبب زيادة بالحوادث، أما إذا ترسل SMS فبالتأكيد راح يكون الخطورة أكثر بكثير، أنه يعني إذا شوف بس يتكلم أربع مرات أكثر عرضة، أما إذا تكستنج يسوي مسج 23 مرة أكثر عرضة للإصابة بالحوادث. Using phone while driving shows reactions slows reactions، راح ما يركز، رد الفعل مالته يتأخر بطريقة أو بأخرى، فما راح يقدر يمكن يطلع عن الطريق، هاي شايفيها يعني، وأفضل يحفظ الجميع. هاند فري فون، يعني القسم يتوقع انه هو يحط هيدفون اقل، ممكن اقل بس ما يزال هو عامل خطورة، وشافوا انه ماكو فرق كثير ما بين انه تستخدم سماعات او تستخدم الموبايل، بس هن يعني فتشي نسبي. ايضا شنو انسيف رود انسبكس، ايوه الطريق تعبان حفر، واحنا شوارعنا تعرفون عن بلد بمشاكل الانفراستراكشر مالته هوايه، اكو اجراءات سلامه، طرق التبليط، انحناءات، جسور، المحيطة بالشارع الارصفة، شوفون احنا ايش قد عندنا حوادث بسبب سوء الطرق وعدم تصميمها بصورة صحيحة واجراءات الامان للطرق. That there are adequate facilities for وايضا طرق المشاة، جسور المشاة، الاسلاك، هواي اشياء، خطوط العبور، ترافيك لايت، لا هن موجودات بهن مشكلة، والتزام بهن ايضا بمشكلة، القوانين ضعيفة. انسف، والمركبة هي مركبة بها مشاكل غير امنة، ما بها صيانة، اشياء مثل مقاينة التايرات، البريك، هناك اكو عليها ريستريكشن وصيانة ومتابعة لهذا الاجراء يعني من الدول، نبات احنا حتى السيارات القديمة تكون اكثر عرضة ما متابعة، فممكن تكون بها مشاكل تؤدي الى حوادث الايرباغ، هالاشياء يعني كلها تقلل الوفيات والاصابة. ذا نمبر اوف، يعني انه اكو محددات وقوانين عالمية، الامم المتحدة تحطها، الدول الاوروبية، الولايات المتحدة، الدول المتطورة عموما عندهم اجراءات سلامة كثيرة وكثيرة على السيارات، الدراجات، وايضا الطرق والمشاة. Vehicles manufactured to meet front and side impact regulation to include electronic stability control to prevent oversteering and to ensure airbag. Then you can see seat belt. حتى نلقى لنا وسائل شلون نعطل السيت بيلت، شلون نبطله، يعني ما نشوف اي دولة، مو دول الغرب، الدول المجاورة ان نروح يعني دول الخليج او حتى ايران، متابعة السرعة، متابعة السيت بيلت، هو اجراءات يعني احنا للاسف ما موجودة عندنا، ندوة بوست كراش والعناية ما بعد الاصابات، يعني هاي الاسعافات، نقلة، شلون من يوصل مستشفى، ايضا هذا هماتين، هو اذا ما موجودة الخدمات
اتصالات، إسعاف، موبايلات، رواتب خاصة. التأخر بنقلة هذا بالتأكيد أيضا يؤثر على الفيت مالت الحادث يعني. فهذا هما يعني كل ما يتأخر، كل ما يوصل المستشفى مرحلة مبكرة، كل ما البروجنوسيس أفضل بكثير. كل ما يتأخر كل ما يعني كل ما المشاكل أكثر، إضافة إلى نوع الخدمة المقدمة. من العوامل الأخرى أن الكويت لو والقوانين، هي يعني القوانين والتنظيمات اللي التشريعات اللي تحدد وتقيد هذا الموضوع، يعني من القوانين اللي تطبق على الكل هي يعني نشوف هي اللي تحدد، هاي لها دور كبير بالوقاية والحماية. إذا غياب القوانين شوف احنا يمشي سايد رون سايد، لأنه ضعف الأنظمة والقوانين، المخالفات تمشي بشارع جزء، ما تشوف إلا واحد جايك عكس يمشي، فتكون معرض إلى يعني سواء طرق خارجية أو داخلية. ترافيك يعني درينكينج درايف سيت بيلت، كل هالأشياء القوانين كل ما تضعف متابعتها كل ما الحوادث تزداد. effective enforcement، فشنو اللي يحتاج حتى انه القوانين دائما يحتاج تتحدث بما يتماشى ويا الوقت والاحتياجات والمتطلبات الوقت. فهنا نحتاج الاجراءات الوقائيه اللي همنا عشان ريسك فاكتور، نجي على الاجراءات الوقائيه باختصار نحكيها احنا يعني نفكر على مستوى دوله على مستوى ثاني. وارجع واقول حوادث الطرق تقتل اكثر من الارهاب، هم ايضا تقتل فئه الشباب واليافعين والاطفال، هم ذول الاكثر عرضه، فلا وهي سبب اساسي للوفيات. فتحتاج اولويه لوزاره الصحه، للحكومه، للدوله كلها تعطيها اهميتها. وللاسف نشوف حوادث الطرق في تزايد، ماكو اجراءات حقيقيه وقوانين رادعه. اليوم اطفال يقودون سيارات، يقودون دراجات، وساحل اثنين ثلاثه ورا، واشكال الوان يعني اعتقد الكثير منكم شايفيها بعيونكم. ذا سيف سيستم، او اذا لا سمح الله مفجوعين باحد يعني معارفكم او اقربائكم واصدقائكم بنتيجه حادث طريق. ذا سيف سيستم ابروش رود سيفتي ايمز تو انشور سيف ترانسبورت سيستم فور اول رود يوزر. Such an approach takes into account people's vulnerability to serious injuries in road traffic crashes and recognizes that the system should be designed to be forgiving of a human error. أيضا حتى السيستم يخلون يعني يحاول يسيطر على أخطاء البشرية. The cornerstone of this approach is safe roads, roadside جوانب الطرق، السرعة، تحديد السرعة، وإضافة إلى safe vehicle وسلامة مرتادي الطرق سواء مشاة أو راكبي السيارة، الدراجة، كل من إلى الطريقة، وضوابط محددة، جسور المشاة، ويعني الطرق السريعة والبطيئة من داخل، يعني هواي أشياء تفاصيل ما أريد أخوض بها. All of which must be addressed in order to eliminate fatal crashes and reduce serious injuries. فنعم بما أنه ملايين الوفيات سنويا can be saved and injured بنتيجة prevented with well enforced road safety laws and speeding, drink driving and use seat belt, child restraints, motorcycle helmet. تصميم الشوارع، السيارات، الإجراءات السلامة والوقاية والمتابعة لها، والخدمات الطارئة توفيرها والعين اهتمام بها، راح تنقذ أرواح كثيرة من هذه الإصابات وتقلل morbidity ومورتاليتي. وقلنا هو حاطي ضمن الأهداف الإنمائية أيضا، ضمن الـ sustainable developmental goals اللي هي نشتغل العالم كله يشتغل على 2030، انه يقللون الوفيات، وبدأوا يقللون الوفيات. نشوف يعني حطيتكم بعض الفكرات، نشوف يعني road traffic death per 1000 population، نشوف المناطق اقاليم دبليو اتش او 6، يعني نشوف بين 2013 على مستوى العالم قلت، نشوف الويسترن باسيفيك قلت، اوروبا، امريكا، لكن نيجي على افريقيا، المناطق احنا اقليم الشرق المتوسط، جنوب شرق اسيا، شوف الحوادث في تزايد. فهناك بدات الاجراءات تستمر على الحوادث، على هواي امور راح نشوف سيت بيلت، الخوذه كلها اغلبها استخدام دا يزيد، قوانين دا يغيروها حتى حطوها ضمن الاهداف، اذا لازم الدوله تشتغل عليها. نتامل ان شاء الله تكون عندنا قوانين حقيقيه ورادعه تطبق، يعني مو بس احنا قوانين على الورق، اذا تطبق يعني عندنا قوانين لكن ما مفعله. Control and prevention done by working on controlling مثل ما احنا قلنا الريسك فاكتور، الميجر ريسك فاكتور، سيف رود، رود سايز، سيف سبيد، سيف فيكل، سيف رود يوزر، all of which must be addressed in order to eliminate fatal crash and reduce serious injuries.
population covered by laws meeting best. يعني القوانين، شوفوا أيضا القوانين اللي استحدثت ما بين 2014 و 2017، شوفوا أن نسبتها على مستوى كل هند يزداد نسبة زيادة، أكو اهتمام سنة بعد سنة. هاي آخر إحصاءات لقيت، هذه استخدام الخوذة. وشوف الحمد لله العراق يعني meeting best practice countries with helmet laws meeting best practice meeting best practice all riders road not covering all. احنا العراق not covering كله. هاي بالنسبة للهلمت. نيجي على seat belt، ايضا العراق not covered. شوف دول المجاورة، ايران، السعودية، الخليج، كلهم عندهم. وجزئيا احنا ضمن اللي ما عندنا ضوابط. اشتغلت لوز ميتينج بيست شدني مقاعد الاطفال، وايضا هماتي انا ما موجود. العراق ما مهتمين بموضوع مقاعد الاطفال. وسبيد لوز ميتينج بيست براكتس، السرعه، وايضا محددات السرعه ما ضعيفه جدا عندنا يعني ما للاسف. وشايفين الحوادث، شوف هذا هسه هذول كبار، انا شايف يعني عمر ابتدائيه هو 12 13 سنه، وساحل ثلاثه وياه ايضا. وهاي الصورة نشوفها دائما في شوارع العراق وكربلاء خصوصا. ان شاء الله يكون يعني موضوع نركز عليه احنا ضمن السيناريو اللي هو رينا، بس اكو موضوع بالسيناريو الحوادث الطرق قلنا لازم نحط. واكو يوم عالمي لحوادث الطرق ويكون في شهر 11 يكون. وشكرا جزيلا لكم.